مرثناه غطس لشغال يعني يمقريف مليح مليح غطس أو في الدل يقدران فوق الروت مرثة، ولكن أسلويت مرثة ونفار الصوري نث ونفار يعني ونسلار الصوثي نس ذا شو زمر ذا دين يعني في الأمراج يعني تزوري دينا مثلا نصر سلوي سلوي انت كدو دانت مورث النعم عبد العزيز بوتفليقه دبرايك اماكن تقارن قارنك ثاني اللي كنكون نتمنى الشفاس العجله ان شاء الله. بون نامبورت كيز ما ستفيثي مالادي نامبورت كيز ما ذي لي الكايغان دايلا مي ما كادني ذاك كي كدو ذات زايري توجور يسقسي يعني يسقسي في سلوي كي خاطر الشعب يثيد يختارن الشعب اثيارا يعني ذا سلوين تمورثي وكن هذه سبحو ثمورثاقي وكني يعني ادي رقاع ثمورثاقي وسي ديار سمكانيس وسي مود يعني مكان يارن تمور الجناس معنا ما كانت ولكي الشعب ثينغوريقي استقصي مليح مليح في السلواج انتي كدو ذا خطر ما كيك قرنا كي يغاف الاخبارين سوا دوك زافو نو اجل شعبي نس يعني ولا شيث ديفان على كل دونك نشتاقي جان شعب يعني اليوم ثقي ثنقورا استقصي طاس في السلواجي مس عبد العزيز بوتفليقه يعني قارناس سوا الى قد ديفان سوا الى قد جام كانيس يوياضي وكني يعني اذكم لن ثمور ثقي اساس الحون ثمور ثقي خاطر يعني ثمور شافيوز النظام من تمور اكس عن يعني ان غران بوبولاسيون تحوج كلكان يعني صح بور لا ريبريزونتي ثمور ايضا صحيت ياسين يعطيك صحة. نسعى ان بقي لام زوار وكين الاستاذ محمد ارزقي فراد ذاق داش دي سيرسيث سيت مناط الجزائر. سلام ربي في الله استاذ فراد. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. هزول في لك استاذ فراد. استاذ فراد كتشيني يعني ام كث تواليض الحاله دي ثمور ثنا الحاله وسلواي ودي يعني ثغف صورة ينس ونس لا راي صوتي ينس الطاس الحوايج جاي ضارون دي ثمور ثنا خاصه انا في الدل في هرم السلطه انزرا ذا غن لي 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 بروبليم لا سيكوريتي اين يعني ثمنط الساحل اين يعني ثمنط ليبيا ولكن سلوينا ولا شيث الامور في الحو ونزرا راه عند الحو ذا شو زمر ذا غدي نيضا استاذ فراد ذي ثمسال ثاقي. انا كل حال الجزائريين مش حاسس في نقاش نقاش في نظام مثل الجزائر خاطر ماشي صوبي في سوقا شوف غير العقل ادي سوقا. زعما كل الدين ويجمي لا ان شاء على كل حال شنوايد تموت رئيس الجمهوريه في شفور بيا بسبوش من 2005 على سان سايوفان ويجمي لا يعني انت عقل تاكي رئيس الجمهوريه بون زعما عاد يعني 99% ولا الوزير الخارجيه مدن سين وقبل وقبل اه ترى بعيدين ياك ياك بين بلاد الكلفه فوق ما تبدل اي مالوريزمون يبدل دونك انا كنجي علينا كنجي فران دابور الى فران دستور خاطر دي الحقيقه الماده الارتيكل 88 اسن بدينا وقبل وقبل يعني 17 افريل اللي عدان الى الشروط التطبيقيه يعني فران اللي يطيج فران اللي يطيج مالوريزمون مالوريزمون ما كاينش الدنيا بشرع عند بحواصون تشوف غير العقل يدي سوقا بالشمي بحرام اسوان ولا شان دي الهضره يعني ولا شاف دوني دي دوني دي دوني ولا شان دي الهضره في وعي تدي الهضره ما كاينش في مصر الجايه يعني كيما راني غنشاو نتاع على كل حال ديكتاتوريين الى نظام شمولي استخدام من دراع ولكن في الدنيا في دار الانسان الوغ كون كون اذا كيف مصر الجايه الرئيس والجنرال نتاع نتاعكم تاكيا ترى اي نكسب وزن 13 13 13 مصر الجايه لي زاتريبيسيون صلاحيات رئيس الجمهوريه ماشي نتاع تخدم فرانت فرانت فران الرئاسه فادي تواعد فيجي 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 كي يقول لي اجاريا ما لا يغال ما لا يغال الى قريش الى قاعد تخدم وش الواي تموت خدمت ولي لا فران الرئاسه يعني المحيط 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 من الرئيس اي كي راه اي كي ودي تشاور على الجزائر
خاطر هي وظيفه دير المؤسسات لي زانستيتيسيون ولا ما ضعفت مليح 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 ولكن انت وغيرك مثاليا يعني قعدت تكمل قعدت تكمل 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 يعني انروح الوشي على توشي مثاليا دونك تجاري لك ولا نداو شويه ديال ولا نقداو شو ورانا نحو اي مالوريزمون مازال يعني شي ضرب ولاش لا ماتوريتي بوليتيك ولاش الوعي السياسي يكبر ضعفين لا سوسيتي سي دي ضعف خاطر السياسه ما كانت ضعف دائما يمكن يقرا في يعني الخانات المغاربيه لا بوليتيك سي لا بور دو فورس مازال لوبوزيسيون صوب راي وقت تبدل بور بليزيان يعني بور ريزون هذا واش تشرح على كل حال استاذ فراد يعني اد فذو سوا ولا نقارو انك تسويعت الصفرا حاره ثنيت باللي الصلاحيات رئيس ناوس الويت مورث يزمر الحر روح ان لونتوراج ينس ماشي انت اي تكن صلاحيات كين غادي تكن الاوامر باش يعني الحوثه مورثنا ام كيف تواليض اسك يعني ذي رايك نغف ام كيف فهم قواليك باللي الرئيس يطن مليح مليح يعني هلك مليح مليح يزمر الحل يعني تولين سوربريز ارزدات بيانشير على كل حال الامر بيد الله سلام ان شاء الله على فيش فورمي لاعتبارات انسانيه ولكن من البغايا اما البغايا تم شكل كبير في الجزائر بالمسؤوليه فام قران فام قران فام قران كي ربي يحمل تم في امر البغايا الى قد يفك فانكور طيب في سؤال الى قد يتمر سؤال الى عبد الجميل انا رئيس الجمهوريه ماشي حاجه فهم شنو بنادم باش كاين غادي يصير حتى هو شو تيسمي صرفه في الخليج الى قد ما يبدا في قرون ان فاز كي نعرف يقدر تشويقا في 40 مليون تجاريه ولكن انا يعني ما كنت ضريبة طاش الامور يعني في مولاي في جنة كادي ما ديكش الشوال لا تمر في الجاري ما ديكش الشوال الشوماج ثاني يعني يبضى ارتقاشوش الايكونومي يعني بارالال الاقتصاد الموازي حتى انت واحد فهم قران دونك طاش 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 يعني نقديش اكثر شون عند البريفريل عاش الوالد كبول يزمر كان ساعات سيرا في عيد يزمر الاعمار بيد الله ولكن كان ساعات سيرا في عيد يمكن يكون ماشي الدستوري كحكمان ماشي المؤسسات كحكمان ماشي الشعبي كصورنا الكرسي عما كان يدير الارتيكل 6 دو لا كونستيتيسيون لاكي ريسيرف بريزنتور الكليه يعني زبراك دينا يبلاو منو خاطر وين وليد حكم يحكم لنا ديال اكتر انا كنت 99 رشا ذكينا نديو بدوزه جزائريه سير سير بون بعيد في طرف على العود هي ديال ربعة بلي متسريح لنا الكرسي ديال متسريح انا وبشي شي يعني كيمشي له دونك اي جيش ما تزاوير اي من ديالي يتمر خاطر الجزائري لكن مازال ولان بلي تشوفوها بغريب ولان بلي تشوفوا الرابع زيد الدرا في قاري جنيا ابي نتفر بي دارا في دنيا انا ابي نتفر بي هذه الكربي تشوفها في الخير او استاذ فراد يعني لا فوسكي بوزال نغ البراد فارق لان غير الرئاسه يمكن دنيض سي 99 نندن وهني ونكوني ونتسري حاره وكيزمر لنا اد يعني غادي يسكشمني مانيس اديني يعني ونزمر لا ثمرت لنا غتكمل لك كي وقدو ديال الجزائر يعيا يعني خاصه يخبر ان النيض يكشمن ذي ثان ما قلا ذي لوبوزيسيون فغانا ذي لي وفدل ذي ثمرت لنا ام اختز مرض هذه اللي يعني تروازيام بارتي اتي لي غراسن باش ان شاء الله انا في الحلول ارثمورث لنا ترى ترى نتشنا في المولي ولا نكتب ايتم كرد نتشنا في المولي لا كان مخمروش يقارب بالليا ولاش من يكتب مغلبي سمي سامو تاجي عشان عسكر تاجي ديول ريو ثلاث مغتا عن وين تخلي ملك اجيه وين الى ان برودوي دو سيستيم وين الى ان برودوي دو سيستيم ما كاينش خليل اي كيميا ديال العسكر راه كاين كيف تموت كذا خطر وان شاء الله لا ماتوريتي بوليتيك ولا شاف وان شاء الله الثقافه يفرق معطين كذا 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 لكن هي سمول في الناس هما غادي نظام تابعوا غادي نظام كيجي تشيكي على كيميا على كل حال هيئه التشاور يعني والتنسيق من اجل الانتقال الديمقراطي لكن انا نتبنيها ولاش وينك زمران هذه في اللي كتبت فيها الشعب؟ خا
خاطر الشعب هو الذي يصنع مصيره بإرادته الحرة. للشعب للشعب يجبر الأدي قاع التسوير، للشعب يجبر الأدي الميل يعني إكسرسيد السياسة، ولكن باش ديال الشعب هذه الأدي اللي يختلف يوكل أدي فيها إلى قد لازم إلى قد يدوقس إلى قبل ما يدوقس يوكل 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 أدي فيها. إيش في المسلمين وين في الكونتاكت أستاذ فراج في القبيش الطلبة يدو بروكسيميتي وما إلى ذلك. يعني توا أنت بيان يمكن يمنع ولاش وين يكزم يكس الزاير يتوا أنت بيان قموش المقعب على الشعب. أستاذ فراد، ولكن أسقسية مقارنة لدي سن يعني بنادم أديني أمك الشعب قين هكذا ذا قيثو راديو غال السرسيث انتان إدينا أعيغ سي السرسيث ذريغ السرسيث. شوف إقار واحد ذات بوال واحد ذات بوال غور ناو إناش الخدمات الدوام صفد العوام الخدمات الدوام صفد العوام وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غنابة. بنادم يخدم انت سرتي بنادم يحمل انت مولت الزعير الى قادي قدش خاطر قرنك وام يتقب الرخام الى قام قدش انواغي سنان يفلح عن الجيرية 54 افرزون فرنسا سويجي الشاف يعني سن واحد سيادة افرزون مافيون افرزون شاف هادشي فرنسا فرنسا يرمعوا 50 ناس مكتب اخو كرطوش مزور ولاش مسلمان ولاش مكتب معان، ولكن تحققت المعجزة خطر ما كنا يتحصير إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. باش بلا قتولة إلى التوعية إلى التجنيد والتوعية أي دير باش أجا يعني أزور من زور من الفساد التوعية يقضوا بوزيسيون هاد التمرير هاد الشبوكي اللي غادي نيس هاد الشبوكي اللي غادي نيس خطر في مرزين في مرزين يعني الاوبوزيسيون فينشاتيف القوى تم قرب البوبوا راكيا دونك ندوا الزيران الحمد لله على كل حال الحاج يشرح مليح 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 ولكن مازال بعده مشوار مازال بعده مشوار إذا قال حصو كمية سوداء لا يقدش لا كادي وقت ندير التغيير وإذا قال غير طالع قل إذا قال قدش لا قدش لا قل يكون ولا تشيكي أنا تشيكي يعني المغاربية أنا تشيكي وكشافين الشعب ولكن ما خاطر ما رد ياكل الشعب هي قد يخدم ديبريسيون. ما هو النضال السلمي؟ ما هو النضال السلمي؟ النضال السلمي الى 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 يعني حتى السياره بالبوبوار هي الى قطع حرصهم سوا شوش الاضراب هاد المسيره هاد المظاهرات شتين بعقل المعقول ماشي صبغه العقل يعني ما كاينش بالقاف السلمي يعني بطريقه سلميه دونك الشكود والصوداره يعني والصوداره لوبوزيسيون والمجتمع المدني والشخصيات الوطنيه يوكل الشنواوين يوكل الشنقوبي يوكل الشوفين الشعب مازال تسويات يعني مازال تسويات عاد سقينا كا سوا كا وإلى قرار غير قال إلى قام كنيك الدنيا الخدمات الدوام الصباح العوام وإن شاء الله كل من سار على الدرب وصل. ولكن أستاذ فراد يعني تصدي قارن باللي أزب وتمور ثتان يعني سخدمي ذري من ناقي ديك تمن باش دياغ يعني السلم الاجتماعي داشو قدو ذا قيثو رئيسك الثقافة بقدو ذو جايريث في الدل انتا يأمكي دنيض يعني سل بندقية يسوفغ فرنسا يثورا اين يعنان المشروع تمور فيس نغ أسوس بناء الدولة الجزائرية أثنيه يعني في خطر. أكيد لا الحال أكيد لا الحال خطر يتشعر تشعيدنا رشادية خطر أقبل تشعر تشعيدنا أكني بغيريا يعني لن تكفي شوية المؤسسات لا أغبار سلمن ولا ما لا أغبار سلمن ولكن لن المؤسسات خدمان التلفزيون بار اكزومبل ما راكش حنا مثلا السبيطار كاينين الدولة في بنا السبيطار ماشي ما ساكن فيها سنين الرئيس الفلاني اللي كيخدم من الرئيس الفلاني عقل اطلال لغة عبادة الفرد ولا يتعاود تعين الفاقية يعني المؤسسات اللي ليز انستيتيسيون اللي عندنا انضعفت اساكي زبرنا بلا بارزون تعرفون تكون تسمعوا يعني ودي كيف ولا دونك إذا قويت شوالا العقل الناس ضروا ديك شخدم من فوق ورا شغل ما كيبنى بلونساج ديدري من باسكو يسعي بالإيمان أنا إكس كليخ مدان
مالكش الغدوة ربي مالكش الغدوة رئيس الوزراء أدي هضر التلفزيون أكيني هاو دي من أرض ليز من وزمي تسرى ذرا رحت تزوج ميسان سواء الفقير وقيل البوبوليزم يعني الخطاب الشعبوي وزراء الوزراء ولي سعيد عقل الخطاب الشعبوي راك هو غاديك تسويه دونك ما طونك ما زال شعار تدريم 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 اسمي كان سيروم يجب كان سيروم الريجي ما كيا ولكن إذا قدما أنا منضبر بالقدر خطر أنا وغير سنان يوان أن شومر دي تور في شطاعي مانيس يستعني زين عبدين بن عليا ولاش يعني كل المخابر يعني كل سيل دو ريفليكسيون ندوني زمان مالكي أنا مالك جني زمان أستراليا من فرنسا ولاش ويسينا نضبر يمدي ضرالي تونس دونك يعني فيما يخص المجتمع المدني ام ذان ولاش وين يكتب انا الدنيا من ما راه تطربق الدعوه من ما راه دباجه الدعوه هو يعني وعليه اسير يلا سمع تسعير زعما يجمع ديري مو بزاف كي كتم جوروز كي شنا تقرا غادي نتوالي تيطرو لك شكون ما غادي تصبو شكون ما غادي تصبو ايبا اسمي يعني اسمي انا في القصه تدري انت ديال اللي راه كيبين العيب نسن حد بين العيب نسن اشنو نسال من كل او يفعل أدنى جريمة لنا خطر مرض بردوها إلى قد يرين الحزب جهدان إلى قد يرين الاسوسياسيون جهدان إلى قد أتريك مورك ساعة ما كنيك قارو وحدة البواد اللي نفيد منزل أتدير كرام بيت الخير أتريت روح بالحملة ويسر منها قدير هو أتريت روح بالحملة ويسر منها قدير هو دوك إلى قد ناكي يمكن يتير هو أدنى جريمة لنا إيوة كان وتضرارة وغير ويا وقت المضرار اللي قدر عند موت الليبيا الولا تونس يعني الجيران ديالنا اللي سعى شويه يعني سعى لا سوسيتي سيفي سعى لي زانتيليكتويال سعى النقابات الجهاد سعى لي بارتينا اكن يبغوا يلي جهدهم وضرارة وريت غورسون دونك ممكن الوزير يصير من نهار قريشه ديالنا كتشكل هيئه التشاور ويعني والتنسيق من اجل الانتقال الديمقراطي وغير المقصود لنا ممكن يدير كيما هذا بن تهدير خاطر الحصب ديالها تروح ديال الحمله او يفاني لقاء في الحمله يجي نهدي سيتي الهوا يوقف الضرارات واغي استاذ فراد ساعه كان يو فيديو مولا شغيلي في اتقيم الضائكي ذي غات سلط كان يلا فيديو اجيهم بعد الدوغال غرغوري اكرر اليوم بان جيلي طاب جنان اتوجه من خلالي لا يكلف الله نفسا الا وسعها عاش من عرف قدره والله يا جماعه الخير نرقصت بزاف في الراس ورجلين ما قدوها استاذ فراد اقليكي كيدي استاذ فراد يتسلل الو يتسلل هذا استاذ فراد ولكن انت ولي اسلوي تمور في سبد مانيس العهد الرابعه يقين خاص يعني انت صحينس تزمرثينس وزمرارا نكون ياس طلب يعني الشفاء ذا شو يجان مسبوت في لقاء اي تكميل خاص حينس ويعني تزمرثينس وزمرارا ذي يكمل ترى على كل حال نساء نكوني جميع الملاحظين السياسيين نفس مدينة وإذن نفرح نفرح أن يتفعي الوزير الإشارة ستا ميساج بوليتيك بلي مودي تبدل من الربع فرح المدين ما عليش يعني هذه أفور بيدنو بناي أين يعتني أداء عفو الله عما السلف مالوريزمون يعني وذا تزمرتيش ترنطي يعني أفور بيدنو يوم مليح ويا ما اكني يبدل الور كو ارتيكل 428 تم من الغير الشروط نتاعهم متوفره يوكل لنا نطبق باش نشي مد طبجنا لنا ومن بعد الى العهد الرابع والسؤال المطروح
يا ترى زنشاني إيج وار الجواريس ناظر المحيط مرئيس سنان إلى قدم الدب حتى يتوى يعني يمكن يبيض ربير والله أعلم مرغاد إليه مرغاد كل حال محيط الرئيس زنشاق الفغالاء يوكنا دي سراح الكرسير محيط الرئيس سورا يوار الرئيس ما يوار بالخير تبحير صلاحية رئيس الجمهورية سورا فرانت إيفان داك عام يطيش فرانت الرئاسة حتى العبد العبدوز برامين فاديش تقبل السفارة عشرات السفراء راه يعني راه هنا بلوكين خاطر يجبر لنا في الاسم يستقبل وعطاش النمور ويخدموا ويجبر لنا امور كل القرارات الحاج هادي يعني القرارات انا تشفغل شي اسم الرئيس يا ترى كيف يخدم من غاز الشيء باش نعمل محيط الرئيس امور القران الراي العام يعني لوبينيون بيبليك انا دي قرض لي ماشي نمشي نخدم لك اي ما كيجيك تخدم انا كاديا يتخدم شي اسم الرئيس ولكن ماشي اللي تيخدم خاطر انت مضيف مضيف نركز ونزبل انا ميم با ازير في الصوارق في وكنا دي بوطين ولات واذا اسمي عادي ادي عطر وكنا دي قال اللي من اللي الدستوري ويبدل الخطاب ديك الشراش صوريقين يا رب الصوريق في حباج اسمي عمر الزبيله ما عنديش صوت اسمي طبقه الارتيكل 420 دونك دونك سوايت القران سوايت صم قران صم قران انا شويه باللي تمر فينا انا شكيت شدو اتوالي اتوالي يعني اتوالي الاماره اتوالي اتوالي المملكه حشم في ايدي مولا ما بنكوني مرنا نشوف الباب او استاذ فراد يعني بغاك انا اخذ نظام ولا نقارو ما ولا شو غيلي في نفس عيد ثورات الصوده أولا جارو ضد أتواليغ إنحو أدويغ أقيمو داش أولا جارو ولا ما تغصيت ضيير دور قرار أدياني واش أولا جارو خاص طوق في نوفار أغدي ماجر وسير إن شاء الله وإذا قال أنسى الفنزل المعون وإذا قال أنا غيب سيوا قوش وإذا قال أنا غيب أن يطبيل أروامان خطر وادي التاريخ وادي نادي الاستوار إلى قفنا ذنب أبي قدش الخدمات دوا مصابة للعوام وإن شاء الله مشاف أو صلى سفت الأرضي قادرا خطر الرجيم أجير إطيشيس أخيري استاذ فراد اكيد شكرا غتصل تصف ثم غلي نس ثم غلي نك الدنيا يعطيك الصحه ما يدكش ما ذاك اذا دام كين ثان ميرثيك ادو غلا ريك مثلا ياسين ديال الاستوديو ياسين سليض الاستاذ محمد رزقي فراد يهضر دطس بواليك ساعه يعني الحكمه ساعه العقل المعقول ان يجد باللي يزمل الحاله زابويا يعني ماشي ذي الحاجة غايذو من ولكن باش يتوذو مرازاف وياقي باش يتكمل راه الجزائر تكمل راه كوفري ذاك غيث لا إلا قاكدو داغن أنت هذي حس المسؤولية ناس لا ريسبونسابيليتي باش هذي يوض روف الدلي كفغا دا شو زمر ضاغ دينا ضا ياسين بون اكزاكتومون يعني إلا بيان ريزومي لو ميساج إن أكسيتا دير يعني يزابو وحدس ولاش دا شو زمر هذي خدم خاطر خطر مالك راه ستادير يعني الشاب مام شاب ستادي سا لا بارينس يزمر ولا انت البو بوتير او شونجمون كي ذي ثمور ثنا ان شاء الله هذني ني داني اماكن دينا الاستاذ فراد يعني لان دي مويان يعني باسيفيك ماشي اما يعني ستروزي نا سليزيمات هادي لي شونجمون مي هكا ما كاين هكا يعني التوعيه سين يعني اسفاق المدن تو دونك ان شونجمون يزم على ديالي ان شاء الله مي سيل ماشي سمنو يبثنا النص صحيت ياسين يعني الا قدني باللي الاستاذ فراد توجو راه وادي سي يهضر الصحه ديال قضيه لا في الدلم يمشي الدنيض الا قضيه لي ذي لمان ذي السلم يعني ومازال يعني قداش انت الا ذي ثان ما قال لي نايد باللي قداش مازال قداش ديك يعني صعب ذي الحاجه يقلق الوقت ماشي الحاجه غلا ديال سن كان كاكي وكذو ذاكي لا قاد يفهم باللي ما يبغى هذه اللي في الدل ولا انت لا غن هذه اللي سو لو تيرا اكزاكتومون يعني ما ثما اللي حل انت مورث نصار يعني شغل ما كني ثمورث نغ ما زلت يعني لقاقه طاس لي فيدي كلاند كيس كومبليتي دونك مازال صحي لو خدمه طاس سوادي السلسيث نغ
يعني دون تو لي دومين مازال طاس وخدم دي تمورتنا. مي ان شاء الله لانت دي كاباسيتي يعني لو كان كان يعني سنمودن شويه لافونتاج كان كي وكني يعني دفقنن اشو زمرنا ندخمن صح وبيو ذاكي نانت صح حتى يا سيدنا يعطيك صحة دوغان غرغورك نسعى بكيوي سين محمد دم قران مكاح ذا مسلا ذو كابر نحمس سيتي زي وزو ثم زواروث اثسل ما في الله محمد دم قران مكاح اكدنا السلام عليكم ازول في الله السلام ورحمة الله مساء الخير الله ومساء الخير وكذا باسم حسين بقناة المغاربية أستاذ مكاح واخا كان قدينا يعني نسقسي بوساكين كوني نداد نقار اندا تسلوي تمورث نزرا اتصل الحوايج ضرون دي تمورث النا يعني دي كونسيين دي تسنا رئاسه ويا دي تروحون دي جينيرو سوفرانتين على روتريت ولكن ولا راس الوي تمورث دي ولا الصورينس وسنسلارا يعني سونسلارا الصوثينس ام كتولي تمورث النا وكتي السلحاين واندا تلحو الحق شغل اشتاقي تورا ماشي دا جديد في اللي ناش خلايا جي تورا تعدان وسوق السياقين وبدي مياس الويد تقدو زي هديش يوم يوم مليح ونسا تعدان اشحر الشهور نتايلا بانتداوي بفرنسا من بعد يوغا لك اشحر السوس مدي حدا البرتيكول دي كده نسا لان انا كده يسوي النسقة النقا اغد فكم دي حالة من سنقصون تيلا سيوخنا نوالي من طبق المادة 88 دستور مغالا من هذا يجي من شيء جديد فناس شغل ذا وذيك يدعون يمجرون وغنين شو دي فنارا وما فضرا اسمي دي غير شوط سوين تيلو ذا غاسا كنيا ذلز ولنوز برنات بسات لنا كور فغانات الزين بلنيو يجميرارا بلا كناي الحمى في كرسي شغل لي نميتي دي لتر سنتيلس اسمي دي من المضروري دونك سبان انت داكني الشعب ما كان يروح شغل يغضن نوميا إنسان الرئيس شغل ويج ميرانا مع دور دي الصحة ونقبليت ونسوسم دورة تيجيت بيسك ده مش حالي يقول دي فانيرا يغرد هو لقي مستقسينا في سلوين تيدو ذا من دي ذا أنوي سلحين تي ماشيين أنوي ذا قارون تي موتاجين بس حين كيف هذا ينغ باللي من زير صافي ثورة ذا بسميلة يجي ماشي ذا شهرنا وذا شهرين ماشي ذا سكسنا بعمالين السنين يجي مزير يجي بطريقة سيف الحوم مازال فيه ما راه نويش انت مرتاحين مازال فيه ما راه نويش فري دي سي دور انت مرتاحين دي فوا نتوالي شغل ما نغني غير سنو ساون اديوض الصعد وخسار اتفضلوت لازم في مرتاح من الزاير تحرك الحالة مين سبعان اساود السوسم انسيت سويت فرا نوغا نقفو نقولي سيدي فرا نوغا نوغا في مصر الزيخ كل يبص شو الحلقات وهذه النظام الجاهلي تولى هل يستغنى في النومي كل سنة كل شهر باش الحلقة هذا غدي ساعة غدي ساعة سنوالي من يسكي شو نسوات نكون بلي سي مالورو انو ثامور في الجزائر سمي سلقدرين سنارفين سمي كاباسيتين سمي الشعبين سمي جدودين فبضع اللي حالا يجير بيجير الشعب وزرارة من طالون تحكم وزرارة من طالون تسيدين نبضر في المكنة يسألون ولا يسألون مين يسقسين باش نخدم سموكو يرقرنا بها غير تغلطم ما يغير تصديما مثل يوصل ونزرارة من طانوان سقسين ونزرارة من طان وماني تغلطم وماني نتغلطم أنا غصوفا ذي حالا وشغل ستمرت الناغة في الحوان الكو مالورزمو وشغل النظام الجزائري يغين غادي يتكسل يغين غادي يسمح سميس المعارضة يغاد يسمح سي لوبوزيسيون يغاد يسمح سي الراوس يقول لنا سهدر مش حال هي دوك صد من تمور في الجزائر مالوروزمون اقلا غادي يريح على يجي ثورة ودوج في بنعك من البان في سوق دولة الجزائرية الاصل ذا سواد المعارضة نغض النظام يلقف في الحل تمور في الجزائر محمد ام قران مكح يعني كتيني نخبر نحمس نزرا ساقي باللي قارون وكبر الحمس مقري يسول لدي ناد باللي نكوني يعني يلقى اكدو ذا قدي فغر فراد يخدم لا بريسيون فوزاف وياكي ونسوسو ما راه حاشا ما نبض على فغينا هذه لا في الدله معنا في الدله قدي لي سلامان سلم
اسك يعني تولد كتيني تولي مكون ويد وخبر الحمس باللي تزمر ما تفضم توضم على فغينون الحقيقة شو الفكرة سيدي اكسبيريو سيطلع فير الموم دي قبارة نجد من كل شحال تمر بني قبارة انه صوب ان الشاب يصوب يبدل يبدل سميسك النظام يدخل في الدرجة هو شغل لهنا اكل سكالوي من دي زونطا ترافير ليستوار دونك نكون مكتوب زعما يدخل في الدرجة ماشي زعما يدخل جديد وكونترار نبغى نخدم في الجنة في المغرب شغل مبدلين النظام الكل في العقل خاطر كل نجرب تاع مرتدي نجرب ان ولا بيعيش شو شو بيسوي الطراد ولا شو بيسوي سي منوان ولا شو بيسلاح بحشا حشا يلم الدوري وزوز الدائري يقول بانه النظام يكون يتم اكثر ولا اكثر زوز الدائري دونك من الغرض ان الناس تمشي الفرصه النظام يمكن هذا يعمل شي كونتر يطفي هذيك السبسه يطفي يكون غادر عندي بدي شغل تغيير مع تغيير ان شاء الله يسلمي هادئ مي دوينا يستوضا من الحرفة جارة إن شاء الله أخطر شغل جديد لكن فيه هو كل خاص لكن فيه هو أداء الفلاس لابد يبسى بيفاق لابد يبسى بيخير وما دي يخير وزدوز ولا شيء من زمان ما تحبس من نظام من جناس مش وكذا بنا بحبس جدود زي أجدود نورث نولع مش وخير شو خط الناس مش وكذا جايرين كذا الاستعمار الفرنسي نورث وتجاريك والسماجين مش وخير مقدور نغزع لاسك اللي كي دون جي بريزون اسيال اوفير في السعودي يهود يرزان الجيش الاسرائيلي دونك اللي خلي هذا نقارب الليل النظام الاول الى قد يفهم تمسك يفهم بلي هيك زوز الجزائري يضرب الاول دين كي ادي السابي وكذا تحت من شغل اون توت ديموكراسي شكون شفافيه ادي يعني وادي السابي وكدود وين يبغي يحكم وين يقوى لا الا لمن وكذا السيوض اي سيتي السيوة سين يبغى هذه السيوة شغل هذه السيوة تمور تنزوير هذا دار الله محمد دم قران موكا حكيت شكرا غا طاسا طاسا افثا مغلينك اكدينا يعطيك الصحة ميدكش مدى كذا ناغ اي ثماثي سماثينا وقذي عندي تولينا نروح ريس في الديام شطوح فاصل قصير ثم دنو على الغرون
ثمثي سمثين مرحبا يسون ثي سنث أدنى الدرس يجي أين يعني الناس الويت مورث التصيد قارن يغاف يعني الصورة الناس وسنسلا راه يصوثيس واتصل الامور الى حوندي ثمورثنا خاصة اين يعني انا في الدلاقية فقر تمورث نويقاد ام يعني لي بيرسوناج مستشارين اقلان دي رئاسة نا دي ميليتير دي جينيرو يموسوفغن على روتريت ويوكوا شي ضرونا كاكين وخاصة لا سيكوريتي دي ثمورث الساحل نغ لا ليبي ذ الأمور يعني حواجن باش سلوي أذي فد أذي لي ذاقين أذي ني وقذوب بلي أقلي ذاقين والأمور كذي لي فقر نسن أنت ولكن سلوي تمورث نغ إغاف ولا شيث التصيدين بلي يزاد الهلاك في اللاس نكوني نتمني شفاء بيان سور ساعه غن في جيني ويس ثلاثه وكي ذا علي يزم علي يزم ذا قداش ذي ترسيس سيت مناط الجزائر تسلم في الله ساسين السلام عليكم مازول في الله علي يدي السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه مرحبا علي يزم تهضرت ثقبيلين هذا تقبل نعم يعطيك الصحه سي محيه خاطر باغي راك اقدر استقبل ومن بعد تحصل له يعطيك الصحه باغي كنا الدنيا انا الو هتسلى غالي نعم دايم مولا شو مولا شو غيلي في كان نكون هاد الدراسه الساقية فوس الويت مورث التصي دي هضران دي قارن دي قدشن دي تسرسيث باللين أسل وايت مورث ماشي ذنتا أي تاخذ يعني القرارات نغ كي برون لي ديسيزيون سي لونتوراج ينس وأكدو ذي الجزائرية دي قارن دا ثاس الوايا كي فوطان في لاس الشعب ونسا صوثيس ون ولا صورا ينس والأمور أتصن الأمور يضرون في هرم السلطة فقرون السلطة أمو في الدلاقين الشخصيات أتصموا كسين أتصموا إدبوين وخاصة الأمور لا سيكوريتيين يعني نثا مورثنا دا شي ضرون دي ليبيا دا شي ضرون دي المالي دا شو زمرضا دي نيضا دي مسال تاقي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله والسلام قبل دبلوغ الهضاينو سيو المثل قانطي القبائل نعم الناس يقول الناس بابات الناس بابكرنا الناس ما عقلنا يعني سورا نهضر في الرئيس نهضر في لونطواج من الرئيس المهم لو كان رقي المال باللي قدرة الغالة في الشعب خطر الشعب وحدث مع الزبالة في المشاعر الشعب في الحزاب الشعب في التنظيمات تنظيمات اللي نظم الشعب اللي سيدي في المشاعر ولا قال نحمل الشعب المسؤولية ما إلا موس المذاكرة موس الوعارة موس الربارة موس الهيارة موس الهيارة نيواف باش نتحداش وزمرا نحملك الشعب كما الزنك خارنا كان ماشي مهيكل يعني في أحزاب أتنقار الشعب الشعب ثاني بل شو والشعب ولا يتفرج الشعب ثاني زرع كل شيء بهم كلش ولكن أثاني كان متفرج خاطر الأحزاب كنت قال لك يا ماشي مشغول والصغير الشاب حتى المناسبات ما يسجل فوق غار ديال الشعب ملاشة لا تجلس والد ولذلك عجب انا كنت قلت الزاير كنا قلنا عجب الزاير نسنى كلام الاحزاب ولكن نتعيش بالشعب الشعب في عالم واحد اخر قليل قبيل ولا يجيني كي قلت كلام قليل ولا يجيني كي حامل لكن كي قلنا هذا الشعب عايش في عالم واحد اخر رؤساء الاحزاب النواب وين نكونيس الاحزاب نكونيس الاحزاب نكونيس الاحزاب ولكن نروح يعني يون الفارق الضم قران قال الاحزاب الرسميه ينادي ما كان في المعارضه ولكن انا اجزم انها معارضه وكان معارضه صح وكان فعل عقيده قاعده شعبيه
لو كان الرئيس المقعدين يا يعني نزل المحيطين بالرئيس وخدمنا كاين يعني الرئيس في كل سعادة. مسألة أخرى نقرض محيط الرئيس إنه يولي زلعب مؤسسة كحزب الأحزاب يتكلم على المحيطين بالرئيس، المحيطين بالرئيس من المحيطين بالرئيس إلى الرئاسة إلى العسكر، يعني عيب يقولوا سعيد بوتفليقة يعني محيطين بالرئيس. إن كنا وليو ماشي بوتفليقة يحكم ماشي بوتفليقة يتغير، إن هناك قوة خاطية إدي وين بوتفليقة التمزوالو إدي دي فرزن في العسكر التمزوالو إذن التاتيك زمرن إن وليو لو كان إندان ساعة وعيين أسمي بوتفليقة يتزمر إكس خادم الزعب إكس العماري لو كان أسمين علم باللي ويا أثاني في الدوار إكسو كليا انت جحت واحد علي يزم وي مثلا من ورائه كشكو انا سمحي فاك انا كدنا فاك انا كنت سقسي غا وكث وكل قوه ياكي الخفيه ما انا كنا عاد من كل قال عيون كيش في ابي زين غنوكا من طالب فرنسي انا نعم كاين يقولي وين زمان اكسلي جينيا ومجينيا احلهم التقاعد احلهم كعاده يرجعهم كما يشاء من هذه القوة الخاسية وهو المقعد وهو يعني لا ما في قضاء حبش قضية بكوز يعني الزعجون ويهضر المقعد ويتحري كل يوم قادر باش ينحي جنرالات ويرجعهم كي يحب بأي صفة يشاء يظهر يدن كي هناك قوة كبيرة انت ديك حكم الزاير انت ديك تفرزك في الخيلاتي بفرواتي وبالتالي هي الان رئيسية وبالتالي الاحزاب انت نظره في يعني الاحزاب يعني البركان يعني يعني ثاني ما هوش معارضه يطلع سنغ وقت الاحزاب اسحلوا لي اسحلوا لي النظام ماذا بكم كي نبغي نبني الدوله ماذا بك تخدم على الشعب تاعك وتجيب تلك الملايين 4 ملايين خرجهم الشارع ايه سلميا ايه وتبغي ما ماشي سلميا نعم سلميا نتحداكم الاحزاب نهار الانتخابات دخلوا الشعب دخلوا المنخرطين تاعكم في البيت ما يخرجوش يروحوا ينتخبوا علي يزم من الاحزاب نعم يعني راهم هوني في واد والشعب في واد اخر ما قدروش ما عندناش معارضه نعم في دريجيس كومير في دي كومير أنا نعم اسمحي فاه كان اكيد سقسي يعني انت كي قلت ما فيش معارضه يمكن فاك ديني المعارضه تصدي قارن باللي ثلا المعارضه التنسيقيه يعني هيئه التشاور ايديوسانسي التنسيقيه يكشم ذك ساكابر نحامس لير سيدي النهضه الشخصيات وذا غن يكشم ذك لي زونسيان يقضي من الجبهه الاسلاميه للانقاذ وثقي ماشي المعارضه ميكيرولين كيا يعني معارضة شكلية ما عندها حتى تأثير النظام الآن النظام مازال يترقد يتقود الجبهة الإسلامية تقول الوحيد المعارض الوحيد اللي يقدر يعني تلقوا للجبهة الإسلامية وبالتالي تنسيقية ما تنسيقية فلازم نجمع نوكلي أوكلي ومونك كيا يعني ستان ديكور ما كتبت المعارضة تحلوا النظام افكيد افكيد النظام كي ماشي المعارضة المعارضة تقارعه المعارضة يعني تهدده سواء تهدده لا تهدده بالسلاح ما عم تهدده بالشعب اللي موراها بالمنخرطين بالملايين يعني شو في دينا السيف الرزام قبل ربي جزي خير إلا قد خذ من الشعب إلا قد صعود الشعب فتنزل تشن كارت فوسيكا رئيس الحزب مصعب على الشعب اسحلوا لا زل عيب رئيس حزب يسحلوا بالنظام ولكن اذا عندك 3 ملايين 4 ملايين 3 ملايين من الزمن الهدد الهدديس النظام اقل شيء كي نديروا الوعده وقالوا كغاد نفقوا في 20 مليون 20 مليون الشارع نزمن الغير كذا حتى امريكا اللي اعتقد انها هي من وراء بوتفليقه تحركه كما تشاء لاغراض ولسياسه تريدها اسم ديرين 20 مليون ذكر احزابيه من التنسيقيه وكيطيح تاع الاحزاب وهو خرجوا من الشارع خير ما ديروا اجتماع تاع التنسيقيه ولكن ما عندهم حتى حدا لا عندهم كيشبهوا تاع غنائم لا صح
يمشيو معهم الاشخاص، ولكن كتأطير كتأطير فعلي واعي يقدروا يوقفوا بهم. انا اشتكيني من مازال خوت الجزائر، وسي بورسا اللي ضربت والي وديت هنا اتاني ماشي اتاني افيك شوكليا هو شو خاطر كيف مثلا مزيان ديال السكر اللي سميناه قبيله ان ياسر ذكرنا ان ياسر عقلنا. فالاول كيف بدينا نعطيو يعني يلوليو الاحزاب فلان الى ابو غانم يعني تكوين الشعب يعني تحضير الشعب الى موعد انتخابات مقبله باش على الاقل على الانتخاب القي بخام النقود الصغار خلي العالم يصور للجيري الجديد موت صافي ديال النظاميين. قول انا صحاش مطمعني ولا لا 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 ندير، ولكن ملايين الحماس والتعواضي ضميرة عن الاتباع اسمى لا تنري ان في المرض العالم الفاستوجي لا كيستيون يا بوتفليقه يا فلان يا فلان اين الشعب الجزائري؟ الشعب الجزائري كان مخالف وجوج استجاب للنداء السلمي الاحزاب، ولكن كي يتخذ من الاحزاب سي بور سا اتاني نوني لسحلول لسحلول القديفات بوتفليقة الحاشيين الرئاسة ومن ورائهم. أنا أظن قوة أكبر من هذا اللي قلت حنا ذكر كنا نظنه في الجين روكي دي تيان لي شوز أنا جيري ألور لا مثلا أو بوك الجين رو أو دي قاسين دي بيون الشطرنج يحركهم إكت وواحد خافي يحركهم كما يشاء يرجعهم كما يشاء. نكني جينيراتوكات كنا نحسبه شخصية مقدسة لا تمثل، فإذا به يمسحوا بها الأرض من يعني شكون اللي حال غطاء الجنرال توفيق والديارات اللي مازال تذكر ديارتين تلقيك دخل النهار فلان تاع الشام ما عندها ولا وز ولا قيمة. معناها هناك قوة خفية هي اللي راهي تبرمج الجزائر لمستقبل ما مادي لا مطلقة لا الحاشية مطلقة ويوكليتي دي بيون. لو كان القاعدة السياسية الأحزاب وتصور لنا على الشعب ما يخدموش الشعب بقيدينا في فرات باش نحتويو الشعبيين يا باش هما الكنين النهار يجي الموعد نتاعهم يلقاونا ممكنين واجدين. هناك في 1930 من فرنسا بعد تحتفل بالسنة المئوية لاستعمار الجزائر في حفل ضخم بقى العاصمة فهمت تحزين في الدائريين كانت لبسان تقبيلية ماشي ماشي لميلوجي بالفرنسا. الحاكم الفرنسي الناس 100 سنة في الجزائر ما قدرتوش تبدلوا لهم الجبة تاعهم هو شو؟ لأن الوقف النية جمع التحرير الوطني ماشي حزب الجبعة، الجبعة خدمت مع الشعب دعاء الشعب إلى الشعب قفوسي تخرجه ما تشاءت فتزعزع بأركان فرنسا. يكون المشكلة الآن ما لا في الرئيس ولا في حاشية الرئيس وإنما الأحزاب رغم وكأنهم عندهم سطوة على الشعب والشعب في عالم آخر أقرب في الدولي ولا مرة تسمع واحد مديك في وقت بوم ديك عصر العاصمة ممكن يقرر جولة فلان فلان ولا واحد يقول كنا فلان صح ولا واحد يقول كنا حماس علي يزم فقط المناسبات علي يزم اكيد شكرا غتصطص يعطيك الصحه اكدني اختن ميرثيك اغما سمحنا غير يتذهب الوقت نسعيوت لا فيديو نسعى غنفقلنا كريم كبير يتراجو هاد نروح الغرسه معنا نولي لا فيديو اجي مقبل ومن بعد نروح غنفقلنا كريم كبير لا فيديو ما ولا شغليف اس عبد العزيز بوتفليقه وجد السلواي نتيكدو دا نت مورثنا الجزائر السلواي في في فوطون الشعب الجزائري 15 سنه ورد في ريا نتساغن كلان دا قارون تمورثاكي ذي الوقتاكي اندا ايدي توختار السلواي نتيكدو دا نت مورثنا الجزائر السلواي يجي يختار في الشعب يوكن ادي سكيم ثامورث يوكن ادي سلحو ثامورث وتسوفو سليحة لا اندي ثلا يوكن ثامورث الجزائر اتشوفو في مولا الجناس مرة وتسعو امكان يالسند ما كني نزرا ثامورث الجزائر ثامورث يسعن الخير التوكيل لان ذي الدونيث ثامورث يزمرن اتروح نبعيث ثامورث يزمرن اتسيلي ذي القوة يارن تمولا من الدن معنا اللي حالا نتمورث من الزيار ماشي ذايقي ماشي ذاين اقفغا وقذوت الزيري اين ديوفا ماشي اللي حالا انديفغا اذي عيش اقوي كيلا
زعما كني تزرام ذي العوام كنقولا مس عبد العزيز بوتفليقه يطفي في الهلاك مقرن الهلاك انسي سمحنا له اذي طف ام كانيس عندس منا شفا سلاجلان اما انا الشعباقي اي الطلاف ويتحوي سيف غادي زار ذنوى إقلان ذقرو غف ثمورث أجين الزايا ذنوي هريس الحين ثمورث نلزايا ما كنا نتوالي أطاس نفضل إدي ذران ذي ثمورث نلزايا ذي لعوة مجي إنقورا أطاس يمذنن إكتسوحبسن أطاس يمذنن إكفغن سوكزافون الزايا أطاس نمذنن داغن إدي كشمن ذقو السنة إنقورا أو زافون الزايا الشعب الجزائري يتحوي سوي تستقسي ذنوى أري خدمن أفضل لاقي ذنوى إقلان ذقرو غف ثمور ثقين الجزائر ذنوى أري سلحين ثمور الجزائر وقيد الفيتينا روبورتاج يخدم مثلا ياسين أم خد النيغن ساعة في كريم كبير وقيد نغمس ذي الليبرتي كريم كبير السلام عليكم مازول في الله زول مس الخير في الاول مس الخير اكريم يعطيك الصحه ميد ميدك شي مضي كيدنا كي تشكر غطاس اكريم فغا كانك ديني يعني سقسي ام زوارو ادنيني اند ثس الويت مورث ما انت ولي ذا شي ضرون دي ثمورث النا يعني اف الدله في الصومي دو ليتا السوفارن بو يعني انخيران اسكشم نويه انت ولي ذا غن من ولي الكوتي سيكوريتير ذا شي ضرون دي ليبيا ذا شي ضرون دي المالي ولكن الصورة انا الصوت نمس بوتفليقة ولا شيت امك تزمر ذا غدي نيض يعني انا ثم غلي نك ذي ثمسال ثاقي شوف كي دو مون بوان دو في لو بوفوار الجزائريان سي كونو comme étant l'un des pouvoirs les plus opaques au monde, c'est-à-dire où les Chinois, il y a un égdini, un second, belli, de flan, là, il y a un égdini, la décision. Mais on ne fait que des lectures à travers des informations, il y a un égdini, et c'est des Chinois. Après ça, aujourd'hui, le Kalof Boutfilek, il est absent depuis 2005. Les gens qui ont essayé de se focaliser ces derniers temps, mais depuis 2005, il est pratiquement absent. Ça fait quand même, mine de rien, 5 semaines. Mais bon, dans le cadre du changement, personnellement, je n'ai jamais pensé à Annie que ces changements se font sans qu'il y ait des compromis entre les différents clans. Malgré ce qu'il y a, ça leur arrive. Elle se lève certaines choses, mais c'est beaucoup plus pour questions d'intérêt, non pour des questions de personnes, yani, entre la clientèle des uns et la clientèle des autres. Mais fondamentalement, ils veulent sauvegarder les intérêts. Donc c'est pour ça que parfois, on a l'impression qu'il y a des changements dans la nation, mais sans pour autant qu'il y ait réellement le changement dans le fond. Le changement dans le fond n'existe pas. C'est des chaises musicales qui sont réservées, et fondamentalement, rien ne change parce que l'axe obéit à des considérations claniques, à des considérations d'intérêt, mais sans pour autant projeter l'Algérie dans une démarche, dans une vision de changement. دكتور ولكن كريم نكيني ما توليض يعني ليستوار تمورث النا اين يعني انت سرسيث لا بوليتيك يعني سي لا بروميير فوا انسعو سلوي ودي تفنارا وسنسلارا ولاش صوثيس ولاش صوراينس ام يعني بوضاك دوذا ذي قبل شياقي شوف الشعب الفرنسي اللي بدا زران شعبنا هي هي سي ان بوبل كومون كي ايزي il est usé par les années du terrorisme, il est usé par l'insécurité, il est usé par le pouvoir d'achat. شحال زران شحال من وثان شحال لي زيموت شحال رزان شحال سميس ça n'a absolument rien changé. Aujourd'hui donc pour eux, c'est-à-dire maintenant ils sont dans un état démissionnaire. Donc خلاص باللي كل شيء ذاك الاخر كل شيء صا باس غيرسان دونك جيت انا ماكن بون سي اون سي با اون بوزيسيون يعني
qui donne de l'espoir pour l'Algérie. Parce que quand on voit un peuple démissionnaire comme ça comporte des risques très dangereux. Parce que c'est le cas, il y aura des problèmes là, qui graves là, des choses. Ça sera une porte ouverte à l'aventure, à la violence. Alors que le CNIL, nous avons besoin quand même de stabilité. Donc, Chabil, il est dans cette posture actuellement. C'est quelqu'un qui est au courant, mais qui, quand ça se passe, Garesen, et en même temps, là, que le gouvernement, il donne des signes à lui, mais qu'il est en train de faire la politique. Occupez-vous des affaires. Mais ils sont sûrs de faire des politiques. Les Ébanais sont aujourd'hui dans cette logique. Donc c'est pour ça que tu sens que cette distance de la population par rapport à la chose politique. ولكن ثنيت اواليك كريم باللي ذي الحاجه غيكس خوافن وكان كدوذ يعني il va divorcer la politique نكون يكشم دك اذن ماس محمد رزقي فراد الاستاذ رزقي فراد هنا يكد باللي اف دلاكي اذ بغات تخدم ثان ماكلان على لوبوزيسيون ويزمر راه يعني وزمرنا راه ضوضنا لفغينس لو كان اكدوذ الحاره ذي فرنسن Effectivement, je suis tout à fait d'accord, Yves, mais ainsi de la dernière fois, on ne peut pas actuellement imposer un changement sans la mobilisation de la population. Et c'est le plus grand défi, c'est l'opposition. C'est pour ça que ce n'est pas une affaire d'une semaine, d'une réunion, d'un mois, peut-être d'une année. C'est vraiment un travail de longue haleine. Il faut qu'il d'abord à réconcilier les Algériens avec la chose politique. Il a quand même fait un faire de la politique, ça ne veut pas dire que je suis dans un parti, un poste, mais c'est plutôt à t'intéresser à la chose publique, et à l'intérêt de l'Israël, à gérer les affaires, c'est ça de faire aussi la politique. C'est d'être un peuple qui surveille où va son argent et comment ses affaires sont gérées au quotidien. Mais là, dans la situation actuelle, vu l'état de politisation de la société, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que le Hukoumat a fait un travail de sape pour bannir un peu l'exercice politique. C'est interdit la marche, interdit les meetings pour les partis, ils sont interdits de télévision de pas, leurs activités ne sont pas toujours couvertes. Donc on a créé une situation plus narrée que la corruption, parce qu'il y a beaucoup de partis, il y a beaucoup de députés, il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont corrompus, ou pas aujourd'hui, ou à l'arrache, c'est-à-dire que c'est un nouvel décret, il y a un nouvel Donc cette crise de confiance, pour rendre la confiance échappe, c'est un grand travail que doit faire l'opposition, chose qui n'est pas facile. Et l'équation là, se trouve à ce niveau. L'équation, c'est-à-dire, si l'opposition veut réellement imposer le changement, elle ne peut pas le faire sans mobiliser la population. Et à mon avis, c'est un grand travail qui lui reste à faire. كريم بغا كان نكي نقد هضر يعني في ان سيناريو اتصيدي هضر في اللاس نند نكون يسخسي بوساقي يعني عند ثاس الويت مورث اتص لي زوبسيرفاتور دينان باللي ثاز مرثينس يعني السي تومبيري صحينس يعني السي تومبيري يزمر الحال نكون ياس نطلب يعني الشفاء نطلب طول العمر ولكن يزمر الحال اللي هذه اللي فيد au niveau de la RSA, les scénarios, ils se mettent dans le kayak. Bon, à mon avis, tous les scénarios sont déjà sur la table. Il ne faut pas, au niveau du pouvoir, ils n'ont pas élaboré tous les scénarios. D'ailleurs, même c'est mon point de vue personnel, même le fait que l'opposition bouge aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont reçu des informations, là, des indices assez forts, c'est-à-dire la situation risque de s'accélérer, parce que c'est vrai que ces derniers mois, quand même,
Pratiquement, on peut dire qu'il y a une vacance du poste de la présidence de la République. Donc, c'est-à-dire, ils ont dû imaginer déjà des scénarios comment ça va évoluer. Mais après ça, tu ne peux pas, c'est-à-dire, tout de suite envisager quel est le scénario dans la mesure où ça dépend de l'évolution de l'état de santé de Bouteflika. Or, le président, tout le monde sait que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à céder son pouvoir, c'est quelqu'un qui s'accroche à. C'est quelqu'un qui veut mourir sur le trône. C'est-à-dire, c'est très clair. Et nos amis, à mon avis, ils sont en train de l'accompagner. Voilà. دونك يعني كريم استواليد باللي ولاش افدل يعني لي زانيا قادي تسن ذاك من كان و انا Exactement. Ça va avec elle, parce qu'il a encore une fois, c'est-à-dire, tu vois, les données sur le terrain, elle plaide en faveur du pouvoir. Tout à l'heure, enfin, dormir sous l'absence de Bouteflika, ça prouve Béli, le fait que. Bon, je ne dirais pas qu'il y a une grande stabilité, mais en tout cas, le fait que les choses marchent, plus ou moins, c'est que ça veut dire que Amélie, ça veut dire que les centres de décision sont ailleurs. Ils ne sont pas uniquement entre les mains du président de la République. Ça veut dire qu'il y a d'autres cercles du pouvoir qui gèrent les affaires de Tmour, qui prennent des décisions, qui nomment des personnes, ainsi de suite. Voilà. Donc, dans l'état actuel des choses, le temps, de mon point de vue, pour le moment, il joue pour le pouvoir, dans l'état actuel des choses. Mais après, on ne sait pas comment les choses risquent de s'accélérer. Et comment, d'abord. Karim, comment faire basculer? Comment faire basculer? Comment faire basculer le poids égal, le jihad n'est par exemple, le jihad, l'opposition. C'est-à-dire. زعما لو بوا يجي كومون لو فير باسكولي نافير شو من زمر نبدل الحالة دي تمورت لنا ام يزمر الحال باش لوبوزيسيون اتيلي اون بوزيسيون دو فورس باش اذيل une seule chose, c'est la mobilisation de la population. Le Kenya le réussisse. D'ailleurs, la prochaine réunion à la CLTD, elle va parler justement d'un programme de, c'est-à-dire d'action sur le terrain. On va voir qu'ils vont faire, parce qu'ils sont condamnés à descendre dans les quartiers, à faire des réunions, à faire du porte-à-porte, à faire des interventions télévisées, à investir les médias, à expliquer, pratiquement, c'est comme ça. Seule la mobilisation populaire peut changer le rapport de force. Le rapport. Sinon, dans l'état actuel des choses, le pouvoir, il est à l'aise. كريم كبيرة كي تشكر على التصل تصميم ديك الشمال كي دناك دينا يعطيك الصحة ثان ميرثيك ذا نغماس دي ليبرتي نروح انفجي نغ عثمان معزوز والعاد ديك الشمال كي دناك عثمان معزوز الدوغال لغارق مثلا ياسين ديال الاستوديو ياسين سليضاسي كريم كبير ذا نغماس ليبرتي هضرة ديناك دبلي ويزميرا راه يعني غادي لي فدل لي ثمورت النا غنعثان ماكلا وتصوض راه لبغي الناس لو كان كدود ذا غن يوتيلي راه فيريس لا موبيليزاسيون بكدود ذا والدي توغالن ينافد محمد رزقي فراد ذا مزوارو نسلا يعني عليزم يناد ذا غن ولاكي كريم كبير ذا غن يناد بلي ذا كدود انت يزمرن اتيلي يعني لا فورس باش هذي لي افدلاكي ذا شو زمر غادي نضيع Exactement, justement, même Kinesh t'a mentionné le Débéni, c'est-à-dire la mobilisation du peuple, yani, elle est très importante. Ils doivent prendre des décisions yani, pacifiques, mais si c'est-à-dire il faut sensibiliser la population à l'importance la gestion de Timor Nord. Parce que c'est-à-dire mais là où il y a des gens qui ont le bagage nécessaire et qui ont été mis en place. Donc, un stagiaire, il y a des gens qui ont été mis en place.
Donc, j'espère que le point qui, yani, le peuple est très important et ça c'est avec maintenant Nassar. C'est-à-dire ça a le poids مقارن مقارن مليح مليح خطر ما الا c'est-à-dire l'opposition واحد سن نغ ديك هفرناكي واحد سن je pense toujours a-t-il a-t-il حاجه تخص مليح ما الا يعني يقدر يدير اوكي لوبوزيسيون اغ لوبوزيسيون يعني نعم ولكن نسلا يعني انك باللي ازافو يخدم من شواليس يوغادي سل يعني ايثان ماكلا اغ لوبوزيسيون اي او ميم طون ينات باللي بوتفليقه ايفان دنغو دي فانيرا ويغادي كطفن ثامورث سلحاين ثامورث وذاكي ينات باللي الى قد الزرم نغات الزرم باللي ماشي ذا ماس بوتفليقه يقطفن ثامورث نايس الحي ثامورث ذوي كذي قلان ذفيريس ذا شو يعني اون فات اون فات يعني في لو بويغي جوستومون جو اون بروفيت لوكازيون يعني باش ادنيني لا موبيليزاسيون يعني سي المومون عند الاق يعني استف امكانيس عند الاق يعني تخدم لو رولين ساكن هو الملحل parce que ma yfath oulach la mobilisation agi donc toujours les choses qui me technique li hala yani tqima knitla donc il a une bonne organisation bach kni yani bach dir le changement agi d'une manière pacifique d'une manière yani calme yani dit sin kala chwal ithmourth khatar machi d'hashtag khoussan ithmourth دونك مي مقدود ياسين لقد ني مقدود يا ياسي شوال اداريا عيانسي شوال زران دا شو قدران دي لي زاني 90 دونك انه هني تنادي نفو في الدل وفي الدل معنا هذه لي دي لامان دي دي لهنا اكزاكتومون دونك ما كيدنا كي يلق يعني التوعيه اتي لي سواطاس سي تادي التوعيه لا سونسيبيليزاسيون اتي لي يعني d'un côté positif ماشي négatif عند لا تويض ايدو دي لا قد كار وادي النار نار وادي الرز و سي دا لا سوا بور اكزومبل دي مارش نا سوا لي ميديا خمنت اخدي من سنتكني وال الحال يعني باش الناس تشمض لا كولتور شونجمون اي لو بوبل دون مانيير باسيفيك صحيت ياسين يعطيك الصحة ثماثي سماثين نبو ضر ثقارة بوهي لنا ساقين هضر الدف ثمسل وسلوي يعني ودي فانارا صوتيس ودي وسلارا صوتيت ودي فانارا صورينس فهاد شكرا يوكو قذي ديف كان ثم غلي نسن أتشكرا الأستاذ محمد رزقي فراد أقداش دي سرسيس سيل جاير أتشكرا علي يزم أقداش دي سرسيس سيل جاير أتشكرا محمد مقران مكاح دم سلاثو كفر نحمس أتشكرا كريم كبير دان غمس ذي ليبرتي وكن وتشكرا كون وين يقمني كي دنا كم ثم الزوغ او ندينيغ السلام عليكم ورحمه الله ثن ميرثنون